متعب من ربيع اثر فينا كمان. انا احنا في يعني انا وخالد على الورق كنا بنحب عم ربيع وشايفينه الشخصيه الوحيده اللي سند البطله والشخصيه الوحيده اللي بتمثلها الاب اللي هي فقدته وما عندهاش اي والعنصر الذكوري الوحيد اللي هو واقف جنبها من غير اي طلبات اخرى. فكان موته على الورق يعني صعب، بس لما ابتدينا بقى نشوف الحلقات والناس ازاي اتعلقت بموت عم ربيع فكان اصعب بكتير. لما بقى لحم ودم وبقيت شايفه عم ربيع نفسه وانا كمان اتعلقت بيه كان صعب قوي، بس هو كان قرار لازم يتاخد. هو يعني موت عم ربيع ده كان نقطه فاصله بالنسبه للشخصيات كلها اللي هي البحاره زي ما احنا بنقول بحريه كلهم وقفوا جنب البطله بعد موت عم ربيع. موت عم ربيع خلى البطله تواجه لوحدها خالص، وده هي كانت البطله محتاجه، زي ما بدات مشوارها لوحدها لازم تواجه في الاخر لوحدها. بصي هو انا بصراحه برجع اي يعني اي نجاح للطفلين دول المخرج الكبير محمد شاكر خضير اللي عمل مجهود معاهم وحسسنا كلنا بما فيهم انا كمشاهده ان الاطفال دي حقيقيين، هم ولاد حنان فعلا. ياسين وفرح اللي بيعينوا وعايشين لوحدهم وياسين مسؤول عن فرح. مشاهد الكتابه ليهم كان كلها ليها علاقه بمشاعر الامومه، يعني ازاي ام هيبقى عندها صراع داخلي بين ان انا عايزه لازم انزل عشان اكلك واجيب لك تاكل وتشرب وما عندناش دخل، وان انا في نفس الوقت هشيلك مسؤوليه، انا مش عايزه اسيبك ومضطر انزل اسيبك عشانك. فكان هو ده دايما الشعور السائد عندنا انا وخالد واحنا بنكتب مشاهد الاطفال، ان ازاي انا اوصل لك ان هي قد ايه عايزه تفضل معاه وبتحبهم وحزينه وهي نازله تسيبهم وهي مضطره. فهو ده الشعور اللي كان بنحاول نبينه في كل مشهد في ياسين وفرح. لا في مشاهد كتير قوي عيطت فيها وهي بتتكتب، في مشهد انا بتاثر بيه جدا حتى لما اشوف المسلسل لحد دلوقتي، المشهد اللي هي حنان بتروح لحماها للجد وبتقول له اتنزلي على الوصاية وبيقول لها فيها انا ليه عشان اختلافات احنا مختلفين بس مفيش مشاكل كبيره بيننا، احنا مختلفين بطريقه ازاي نصرف الفلوس، يعني الكوره دي ملهاش لازمه خالص انها تتلعب، الكوره دي ممكن تلعب في الشارع مش محتاج درس. قد ايه المشهد ده كان هي جواها عايزه تصرخ وهي تقول انا من حقي اختار ايه اللي ابني هيعمله وايه اللي ابني ما يعملوش، مش حد تاني، انت مش عارف كان يعني ده الكلام اللي ما اتقالش، انت مش عارف الكوره بالنسبه لياسين ايه، انت مش عارف الدرس البيت. في المشهد ده كمان بيقول لها ايجار البيت مش مهم، فكانت حاجه في منتهى الصعوبه ان هي واحد يقرر لها يقرر لوحده هي وعيالها ايه ده انا مش هتعيشوا بيكوا تاني. فكان بالنسبه لي مشهد مؤلم جدا جدا. مشهد النهايه، مشهد النهايه ده اللي قعدنا فيه كتير، خدنا وقت كبير قوي، مش عارفين نكتبه بس خايفين قوي، عارفه بتكتبي الكلمه وترجعي فيها تاني تبصي فيها تاني. مشهد النهايه ده بالنسبه لنا ما كانش مشهد مسلسل عادي يعجبك نهايته ولا لا، دي نهايه قضيه، قصه كبيره ليها علاقه بالشخصيه دي هتنتصر لايه؟ مين اللي هينتصر فيها؟ هل صالح هيخش السجن؟ هل هيتنازل والدنيا هتتلم؟ هل هتسافر بلد تانية وخلاص؟ ولا هترجع زي ما بدات؟ هي خلافها الحقيقي مع القانون، واللي حطها في الموقف ده هو القانون، واللي هياخد موقف ضدها هي. كلنا ما حدش عنده خلاف ان حنان عملت اخطاء، بس لولا القانون اللي ادى الوصايه للجد اللي ما يعرفش حاجه عن الاطفال ما كانش كل ده حصل، ما كانش حنان وقعت في اي حاجه غلط من اللي هي وقعت فيها.